وصول الدعوة بحد ذاته أمر غريب. جاني صديقي بالكلية فتح وياي الموضوع أيضاً أنه هو واصل الدعوة ومن نفس الجهة وبنفس التوقيت وبنفس التاريخ. حالي حال أي طالب جامعي أحضر لمراسم حفلة تخرجي. ترددت أشارك أو لا، استشرت أهلي رحبوا بالموضوع لحضور حفل تخرج مركزي على مستوى العراق. تهيئنا، ركبنا الباص. شلون الشباب؟ خو ما تعبانين؟ احنا بانتظاركم. يقولون السائق الشباب أمانة يمك. أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا محمود الحجي من محافظة نينوى، خريج جامعة الموصل كلية القانون القسم العام. الجدير بالذكر احنا رايحين وخاصة محافظة نينوى أكثر من طائفة وأكثر من قومية. الأخوة في العتبة العباسية وزعوا علينا وشاحات يا أبا الفضل العباس. تحديدا وقفنا في باب قبلة الإمام الحسين. شعور جدا عظيم انك تقف كطالب خريج امام اعظم شخصية عرفت في التاريخ. الشعور الموت ما ينوصف، إيش قد ما سأحكي ما أوصف قطرة من بحر. واقف أنت أمام أبي الفضل العباس بعظمته المشهودت له بكل شيء، من كرم، من شجاعة، من أمانة. أي شخص تريد منه شيء تقول له إبداعت باللهجة العراقية، إبداعت العباس. أقسم أنه أكون مخلص بعملي تجاه وطني. وقفت أمام باب القبلة رافع إيدي، السلام عليك يا أبي الفضل العباس. شعور لا يوصف. رجعت إلى مجموعة العميد، موجودين الأخوة من العتبة العباسية وأيضاً الأخوة على مستوى جامعات العراق، وفد التعليم العالي، مراتب عسكرية، ضيوف كرام، ضيوف شرف، قنوات إعلامية لا تعد ولا تحصى. صلينا جميع العراقيين من سنة وشيعة وطوائف أخرى، الكل واقف، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله. أدينا الصلاة. وإياكم إلى كلمة الطلبة الخريجين يلقيها الطالب محمود هاني من جامعة الموصل. هي فخر واعتزاز أني ألقي كلمة الطلبة الجامعين بمشاركة ما يقارب 25 جامعة عراقية على مستوى العراق من الشمال وحد الجنوب. إننا بناة البلد وصناع المستقبل ونواة الجيل الذي يحافظ على القيم الأخلاقية. الفخر الأعظم لعله واني شفته في هذا الرحلة سماحة السيد أحمد الصافي يقوم لي ويقبلني ويقول بارك الله بيك، وكل سنة نريد الموصل تحضر. العتبة العباسية المقدسة قدمت كل ما تمتلك من قدرات لتوحيد الشعب العراقي.